في نفس الوقت يعني هي بتلعب على مشاعر الناس. انا شايف انها حاجه كويسه، حاجه ايجابيه يعني، مش حاجه سيئه يعني. انا سمعت شغاله، انا سمعت كلها ارشادات يمكن بالتاكيد يعني بيحمس الناس شويه، تفكرهم بمصر يعني. الله اعلم بس حاجه غريبه يعني، كل حاجه بتحصل في البلد غريبه. جت على دي هي امتى تبقى حلوه؟ ها؟ لو الناس دي مشي ايه المشكله في الاغاني الوطنيه؟ تبقى وحشه لو الناس دي تبقى ايه قعدت. خلينا الواحد يعني نبقى زي ما اكون عايزه اعيط كده. صح الناس مثلا ان لو في حاجه مثلا يقفوا كده. انا مش فاهمه، هو تحميس للناس ولا ايه المقصود منها؟ انا مش قادره احدد. كويسه جدا طبعا، بتحمس الناس وتورن ان مصر لسه بخير ومفيش مشاكل وربنا ييسر على البلد بقى. انا شايفه ان كل اجهزه الدوله دلوقتي ضد مرسي، هو مش معاه غير الرؤوس اللي هو حطها وهي مش قادره تسيطر لوحدها. مش عارفه هي بيحمسوا مين بالظبط، بتحمسونا احنا ولا بتحمسوا الاخوان؟ يخيلي انها بتثير حميه الشباب وتخليه يثور اكتر. والله يمكن بتهدي الجو عشان الواحد يحس ان النصر جاي باذن الله.